صباح الفل عليك صباح يا الفل. صباح الفل عليك خالد، وصباح الفل أسماء، وصباح الفل على كل السادة المشاهدين. ونبدأ موجزنا من الشأن السوري، فلليوم الثاني عشر على التوالي شن طيران الجيش السوري عدة غارات على مدينة حلب والتي سقط فيها أكثر من 250 قتيلا ومئات الجرحى منذ بدء القصف، فيما شنت الطائرات الروسية أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة من الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش المتشدد. سياسيا، يلتقي موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا في موسكو اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ويتناول اللقاء المساعي الدبلوماسية لإحياء الهدنة في سوريا مرة أخرى والعمل على استئناف المفاوضات بجنيف بين النظام ووفدي المعارضة. وفي العراق، تقدمت القوات العراقية باتجاه الطريق الرئيسي بين العامرية وتقاطع السلام جنوبي الفلوجة بدعم من التحالف الدولي، وكانت عملية عسكرية انطلقت صباح اليوم لتحرير مناطق جنوبي الفلوجة بمشاركة طائرات التحالف الدولي. قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في موقف قوي رغم الاضطرابات السياسية في العراق، وأرجع كارتر ذلك إلى نجاحات العبادي الميدانية والتزامه بأن تكون الدولة متعددة الطوائف، ويمثل موقف كارتر تجاه العبادي أحد أكثر المواقف الداعمة لرئيس الحكومة. يستأنف مجلس الوزراء نشاطه اليوم بعد يومين من الإجازة بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، ويرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة المشروعات التي تعمل عليها الحكومة والاستعدادات لشهر رمضان. مجلس النواب هو الآخر يعاود نشاطه اليوم من خلال لجانه النوعية بعد غياب لمدة أسبوعين، ويناقش المجلس العديد من الملفات الطارئة خاصة قانون الخدمة المدنية وملفات الفساد وقانون الكسب غير المشروع. قررت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيق، كما وجهت النيابة لهما تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وأنكر الصحفيان جميع التهم المنسوبة لهما. عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية على مصنع متفجرات داخل شقة مدرس بمنطقة منشية البكري بالمحلات الكبرى، وتمكنت الحماية المدنية من تفكيك 20 عبوة ناسفة كانت جاهزة للتفجير، وعثرت الأجهزة بداخل الشقة على 4 جرادل معبأة بالبارود وعبوات جاهزة للتفجير ونترات بوتاسيوم تستخدم في تصنيع المتفجرات. سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق الهائل الذي نشب في محلات و40 فرشا بالعتبة، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص نقلوا للمستشفى، كما تويت 8 محال تجارية وبضاعة 15 بائعا. تجرى ظهر اليوم قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، وعددهم 10,000 حاج، وستوزع التأشيرات وفقا لعدد السكان بكل محافظة. وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن هناك قرعة إلكترونية ستجرى لتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين. يشيع بعد صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة جثمان الفنان وائل نور الذي توفي مساء أمس عن عمر يناهز 55 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية، على أن يقام العزاء بعد غد الخميس. يضخ البنك المركزي في العطاء الدولاري الدوري اليوم نحو 120 مليون دولار للبنوك العاملة في السوق المحلية،
ووفقا للبنك المركزي فإن رصيد العملات الأجنبية ارتفع في الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 13 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي. ورياضيا، يلتقي طلاع الجيش فريق الزمالك اليوم ضمن مباريات الأسبوع 26 من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الزمالك المباراة دون مدربه أليكس ماكلش، وذلك بعدما اتفق النادي بشكل نهائي على فسخ تعاقده مع المدرب الاسكتلندي. وعن أحوال الطقس، يسود اليوم طقس حار نهارا لطيف ليلا، وتسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 40 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة، والإسكندرية 26 درجة، والصغرى 18 درجة. انتهى موجز أنباء التاسعة، قدمناه لحضراتكم من قناة النهار اليوم. بعد الفاصل عودة إلى برنامج نهار جديد.